السلام عليكم اخواني في حلقة جديدة وملخص يو اف سي 294 بابو ظبي نذكركم بالدعاء لاخواننا بالثبات ولشهدائنا بالرحمة نبدأ بعد هذا الفاصل باذن الله ما يميز محمد هو العقلية الصلبة والمثابرة كموج البحر لما يضرب الصخر. امتحان صعب اباب مخضرم كتيم اليوت ذو خبرة كبيرة مقاتل على اللقب سابقا وصعب المراس يفعل اي شيء ليفوز ولكن محمد تفوق عليه وعلى نفسه وانتصر بكل رجولة وقوة قلب. لكن محمد كان خاسر جولتين لم يقم باي شيء في وضعيته مقابل تيم اليوت الذي فعل كل شيء. اقصد لم يقم باي شيء في وضعيته هو كان يحاول تحسين وضعيته فقط ومقارنة ب اليت الذي هدد بكثير من الاخضاع، وهذا الامر نقطة سلبية لمحمد ونقطة ايجابية في نفس الوقت، لأنك في مستوى العالي وهذا مبتغاه إذا لم تنوع أسلحتك لن تكمل الطريق، بحيث ذلك الدخول من طريق الجارد الذي فشل عدة مرات أمام المخضرم ولم تقدر على فعل شيء من خلاله استمريت عليه دون تغيير المنهج، يعتبر خطأ استراتيجي كبير ويدل على محدودية إمكانياتك وذكائك القتالي، يعني أنت تريد إتباع جون جونز وكسر رقمه والأخير من أفضل المقاتلين الذين يغيرون خططهم اثناء القتال وهنا نتكلم على الارض لان على الواقف اليوت متفوق بمراحل ولما قلت يحسب له واستهلال حديثي بالعقليه الصلبه لانه مع فشله لم يكترث ولم يتوقف وثابر على نفس الطريقه لجولتين ونصف وكان سيخسر وكل مره يعيد نفس الطريقه ونفس المنهج وفي لحظه تيم اليوت يراخي دفاعه يحصل محمد على انهاء رائع ضد كل الصعاب التي واجهته وغير النتيجه كما قلت في حسابي على تويتر موكايف اثبت انه رجل ابن رجل في المواقف الصعبة إلى هنا تنتهي حلقتنا كالعادة نذكركم بالاشتراك وزر اللايك ودعمنا لتكبر القناة أرجو أنها عجبتكم نلتقي في فيديو آخر لا تنسوا إخوانكم من الدعاء السلام عليكم